بجد انا كل شويه اقول مش هلعب معاكم بس الجدار لا عايز العب عايز العب مزيكا حلوه بس مستفزين رعوني 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 بقى كفايه اغاني حلوه لا ما شاء الله عليكم بجد. طب الاغاني ليركس مين يعني انت اللي بتكتب وانت اللي بتلحن؟ لا اياد ابو بكر. اياد ابو بكر ده يعني شاعر انا بعتبره الاب الروحي ليا لانه هو اللي كتب لنا مصر بالليل وكتب لها باعتبار وكتب لها شويه اغاني كتير قوي. ف اياد ابو بكر ومحمد توفيق وجاسر بدر وعادل عش وانا يعني مش عايزين ننسى حد فمش هنقدر نخص حد كتير يعني فاهم. بس انا احيانا لما في موضوع عايز اتكلم فيه فاقعد مش عارف اقول له حياتك انا عايز اتكلم في كذا يكتب لي كلام ما يعجبنيش مش عارف الحن الصراحه يعني انه ممكن يبقى الكلام حلو بس ما ينفعنيش. يعني مثلا لا فكرته ما جاتش على هواك زي او ما كانتش نفس الموضوع ما حسيتش بيها. ايقاع في ايقاع للكلام يعني طبعا السجع والجناس والكلام ده كله مش مظبوط. بس فتسمع كلام ما يعجبكش فتقرر انك تكتب يعني بس غير كده انما موضوع تمام يعني باعتبار انك مهم. طيب دلوقتي يا جماعه عايز اسالكم سؤال تاني مهم قوي. في الحفلات بتتفقوا مثلا على سيت ليست معين بيتنزل بشكل معين هيحصل تدي توضيبات الحفله بيحصل توتر. التوتر ده في بعض الاوقات سبب لكم قبل كده مشاكل كتير؟ السؤال ده مهم قوي لان في بعض البندات كانت بسبب المواضيع دي بيحصل مشاكل وبيتخانقوا مع بعض. توتر من ناحيه ايه؟ توتر الحفله نفسها ولا توتر معرفش. في يعني ممكن يعني في لخبطه في السيت ليست ولا ممكن يحصل لخبطه في السيت ليست مثلا بناء على الناس اللي موجوده بناء على الجسم موجود. ايه المصاعب اللي واجهتوها قبل كده وانتم طالعين حفله مثلا؟ يعني ما اعتقدش ان يعني بص هو احنا بنطلع بعد كل يعني بص هقول لك على حاجه كلنا لؤي وقف على ستيج وانا وقفت على ستيج يعني كلنا دوسنا الستيج نقول اكسبيرينس يعني في الموضوع فالموضوع بالنسبه لكم بقى مألوف شويه انما كمل
انت بتقطعني انا مقصود استاذ بيلو ده انت ضربوا بعض يا جماعه ضربوا بعض خلاص كده خليت المشاكل لسه بنتكلم عليها انما ممكن نطلع بشويه كومنتات نقولها مثلا انا كان عندي مشكله في الحفله دي فالحفله اللي جايه المفروض ما اعملش كذا نور او بتتقبله دايما في قعده بعد كل حفله بنقعد بقى نشوف رجعنا عملنا ايه طول ما انت طول ما انت عارف انت بتتكلم في ايه يعني طول ما انت بتقول انا نفسي انا غلطت في كذا فده مش احسن مره الجايه او لو انت مش واخد بالك من حاجه حد بيقولك اه انت حصل منك كذا فطول ما ده بيطور من ادائنا طب ايه المشكله يعني هزعل من ايه يعني لكن هزعل لما حد بيقول لا ايه ده ايه اللي انت بتعمله ده لا برضو في طريقه للانتقاد يعني بالظبط فاحنا احنا عارفين احنا بنتكلم مع بعض ازاي احنا بنحترم بعض قوي عارفين ان كل واحد كويس في منطقته وفي حتته فما فيش مانع ان انا اقول مثلا بينه مثلا كان في حته كذا حد يقول لي انت مثلا في كان في حته كذا ممكن نعملها كذا المره اللي جايه يعني طيب سؤال تاني مهم قوي دلوقتي يا جماعه اكيد الناس كلها انت عملتوا فيديو كليب واكيد دخلتوا في وسط الكوميرشال زي ما بيقول هو من اندر جراوند طلعتوا لمرحله تانية مختلفه شفتوا اكيد المساله بتبص لها نظره مختلفه تماما ممكن تكون ماديه شويه ان مثلا طب ما حاولتوش تشوفوا منتجين تشوفوا الكلام ده احنا دفعنا من جيبنا ماديه ما انا عايز مننا يا رامي انا بعرف كل حاجه دلوقتي انت انا بس يعني في الحته دي تحديدا يعني انا ليا وجهه نظر من 3 4 سنين كده وحتى بقولها لهم لما بنقعد نتكلم مع بعض تمام انه المنتج بيعمل لي ايه يعني المنتج بيديني انتشار زياده فاحنا هنوصل له مع الوقت انما المنتج ما بيعملش حاجه الالبوم ما بيكسبش حاجه دلوقتي السي دي بينزل بيتحرق يعني خلاص دلوقتي لو شفت انا لسه مثلا قاري ان شيرين بتنتج الالبوم بتاعها ومش عارف مين بينتج الالبوم بتاعه محمد فنتج الالبوم بتاعه هو في ايه ليه الناس دي مش مع منتجين لانه خلاص اللعبه اتعرفت المنتج بيجي ياخد من الحفلات خلاص انا مش احنا اوريدي بنلعب حفلات كمان يعني وباخد نسبة كبيرة وهو ما عملش حاجة هو انتاج للالبوم اوكي احنا ممكن نخش دلوقتي نسجل 10 تراكات البوم كامل وننزله على النت زي ما كل الناس بتنزل يعني اساليب الانتشار بقت اسهل من زمان بكتير زي ما بتقول يعني خلاص بقى فانا هي اسهل واصعب على فكرة احنا بندفع من جيبنا دلوقتي احنا احنا بنحضر الفيديو كليب رقم 2 فاحنا عاملين بنلم يعني وبنشوف احنا بنزنق نفسينا عشان فيديو كليب رقم 2 لازم يطلع بنفس الكواليتي بتاع الكليب رقم 1 ولازم يكون احسن كمان احسن بيتطلب الموضوع انه يكون احسن من الاول يلا دفعت كتير في الاول تدفع اكتر في اللي بعد كده الناس شافتك على مدار 3 شهور منتظره تشوف اللي انت هتعمله الجاي يبقى افضل من اللي انت عملته يعني الناس منتظره الاحسن ده فعلا بجد يا جماعه ربنا يوفقك والله عجباني فعلا دماغك والسبيريت دي عجباني ما شاء الله عليكم يعني طيب انا عايز مع حاجه ثانيه برده انا مش هاهد النهارده اقعد اسمع من كل حاجه فكرت تلعبوا ايه بقى يا اما ممكن نلعب مثلا فرد حمام يلا بينا فرد حمام
تقدرش تمسك نفسك يا جماعه على فكره ولعبت ماليش دعوه انا هو بلعب النهارده مع الاغاني كلها ماليش دعوه انت اضافه والله ربنا يخليك يا جماعه بجد. طيب انا عايز اعرف حاجه دلوقتي, فكره الاغنيه دي دلوقتي جت منين؟ يعني ايه فرد حمام الكلام نفسه إيه؟ حاجه التفاؤل بقى يعني كنت بدور على حاجه تفاؤل مش لاقي شويه فيعني حبيت. جت لك الفكره ازاي او يعني عرفني بالاغاني؟ بص اقول لك على حاجه, يعني بدور على حاجه تفاؤل فقررت ان انا يعني كل الناس بتكتب حاجه تفاؤل بس ايه كنت 3 ارباع الشعراء ما اعرفش ليه بيكتبوا الحاجات الهاديه, الحاجات اللي فيها سياسه, الحاجات اللي فيها يمكن الحلم. طب اوكي يا جماعه احنا عايزين نكتب حاجه فيها تفاؤل, تبتسم, تفتح الصبح عينك تبتسم. قررت ان انا اقعد مع نفسي كده اكتب حاجات ليها علاقه بالتفاؤل كتير, فطلعت الاغنيه بالشكل ده. ما اعرفش يمكن ما اعرفش طلعت كده ازاي, بس هو قلبك لازم يبقى زي فرد الحمام يطير يروح في كل حته لانه الحياه حلوه قوي. يعني خلي الناس كلها تحس بالاحساس ده. ولا هو ده كلامك؟ طبعا انت اللي كاتبه وانت اللي ملحن. طيب عندي سؤال تاني ليكم يا جماعه دلوقتي, انتوا كتبتوا ولحنتوا الاغنيه وزعتوا التوزيع بشكل معين في استوديو. جميل. طيب وصلتوها في البروفة. ده في البرو, يعني بتنزلوا مثلا او بتنزلوا استوديو مثلا تقعدوا تتمرنوا وتبراكتس مع بعض لغايه ما توصل شكل معين. بالظبط. الشكل ده مين اللي بيأجري عليه في الاخر؟ يعني كلنا. بيقول كلنا اللي هو خلاص هو ده طب نثبت عليه كل يعني مثلا بينو مثلا بيقول بيلعب مثلا سولو مثلا في موضوع فبيقول اه ده طلع كذا, ممكن حد يقول اه طب ممكن كذا, ممكن بدر مثلا يلعب تيمة مثلا معينة هو بيرتجلها نقول له حلو ده ثبته. الكسرات برضو لأي ممكن يدخل ببيت معين, احمد سعيد بيلعب يكسر معين كده. يعني بص وفي الاخر اه كلنا يعني كلنا الموضوع لما بينور رضانا كلنا كده كلنا بنبقى مبسوطين اه تمام بنبتدي خلاص نثبت بقى كل واحد يثبت وتقريبا كل واحد عارف دوره. يعني تلاقي كل واحد وهو انا عارف ان انا في الحته دي, وده بقى الميزه عندنا, بدر عارف انه في الحته دي هيلعب السولو فين وهيلعب هنا تيما ولا سولو تمام, وهنا انا عارف ان انا في التراك ده مش هينفع العب حاجه غير كوردات, ولو انا في تكاسولي سولو هيبقى فين, نور عارف هيغني ازاي, ولوكا عارف انه هيعمل كسرات في الحته, فالموضوع بقى اكتر انه كمان حفظ بقى وتنشن خلاص الموضوع بيتشبك في بعض. طب حلو نجاح التراك على فكره بيبان في البروفا قبل ما بيبقى على المسرح. يعني يمكن ده يرجع برضو لحته الاكسبيرينس شويه, فبنبقى حاسين ان التراك ده وصل لاحسن شكل في البروف, فبيبان فعلا نجاح التراك ده, حاسين لو هو هينجح مع الناس بره. طيب انا عايز اسمع لكم حاجه متسجله عندكم معاكم تراكس بتاعتكم تانية؟ احنا اعتقد سيبنا الريميكس جو, ما اعرفش الريميكس موجود معاكم من بره. ايوه تمام هو ده بس. طيب نسمع الريميكس يلا بينا.
ورجعنا لكم تاني مع جامين كورنر مع رامي حسن وبند صوت الشارع مع احمد سلام على الكنترول. يا جماعه بجد I'm really enjoying what I'm doing today. It's really an amazing show. بجد seriously الموضوع حلو قوي, مزيكا حلوه, بان زي الفل. الحلقه حلوه قوي معاك كمان يا رامي. حبيبي والله العظيم. يا جماعه رامي جيتاريست شاطر قوي. يا رب. فهتسمعوا دلوقتي هنقرر ان احنا نجيم تراك يبقى رامي. نعم كلها مع بعض, كلها كل الناس مع بعض. وعايزك تخش تلاقي وعايزك تخش تلاقي انت كمان. ماشي خلاص نعملها. نعملها دي. طب يلا بينا احنا كده كده الوقت جاي مين اصلا. يلا بينا دلوقتي حالا. يلا يا جماعه
thank you all on Jamming Corner today. We had a great jam. That was really cool. Thank you, Sota Shera. Thank you, everybody that was listening to us. Bigad, that was really the amazing, amazing, amazing night with an amazing band. Thank you, Bigad, for giving us the chance to listen to you. جماعة, Bigad, that was really a pleasure. Bigad, شرف لينا فعلا. Seriously, إن أنتوا معانا. Bigad, شرفنا بيكو. Bigad, ربنا إن شاء الله, إن شاء الله يوفقكوا, إن شاء الله معاكوا في كل حفلة. Support من رابي. أنا واقف تحتها, صوت وصرخ, خلي لكم الدنيا بجد. أهم حاجة بقى إن الناس, كل الناس اللي سمعت وكل الناس اللي بتسمعنا, يا ريت يا جماعة, لا يعني مش المعجبه بقى, تخش على الفان بيج تدور علينا, لانه احنا هتكتبوا بالعربي عادي فرقه صوت الشارع, وهتلاقوا بوست موجود على الجروب بتاع جامين كورنر, وهتلاقوا كل حاجه, فدوروا علينا هتلاقونا بسهوله جدا. اكتبوا بالعربي فرقه صوت الشارع هتلاقونا. بجد يا جماعه, ثانك يو سو اجين فور توداي, ذات واز ريلي ا بليجر. وكنا معاكم مع جامين كورنر.